ليس لمؤسسات الحكومة أي من الصلاحيات للبت في ما هو على علاقة بالانتخابات الرئاسية. المناظرة هي إضافة للحملة الانتخابية، إذ هي منافسة من شأنها أن تمكن المواطنين من التعرف على القدرات العلمية وكذلك على درجة الاقتدار يعني للمترشحين، وهي كذلك مناسبة للتعرف على مضمون برامج المترشحين. السلطة التي تتولى يعني الإشراف على العملية الانتخابية هي المخول لها للبت يعني في هذا الموضوع، و يعني هي التي بإمكانها أن تقرر الأخذ بهذا التقليد على غرار ما هو جاري في دول أخرى أم لا.